دونهم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتحدث عن خير القرون، ما زلنا نتحدث عن الجيل الأول، ما زلنا نتحدث عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وكان ختام لقائنا في حلقتنا في الأسبوع الماضي مع من تولى الإمامة والخلافة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلفاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالطبع سنتحدث تباعا عن الأمراء من الصحابة، وعن الفقهاء من الصحابة، وعن القراء من الصحابة، وعن القادة العسكريين من الصحابة، وعن القضاة من الصحابة، و هلما جر إن شاء الله. وكان حديثنا مع حديثين أو أكثر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، وما الأئمة من قريش ما حكموا فعدلوا، ووعدوا فوفوا، واسترحموا فرحموا. الأئمة يعني الخلفاء من قريش. ثم كان معنا الحديث الثاني، وهو ما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملك في قريش. الملك يعني الإمامة والخلافة في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة. وواضح هذا الحديث أيضا، يؤكد ما أكده الحديث الأول أو ما قرره الحديث الأول
أن الأئمة والخلفاء من قريش. ثم كان معنا أيضا الأحاديث الأخرى التي ختمنا بها حلقتنا في الأسبوع الماضي، ألا وهو حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه صلوات الله وسلامه قال: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. الخلافة مدتها 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. ومعنا أيضا حديث سمرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر عزيزا قويا ظاهرا، ينصرون على من ناوأهم علي 12 خليفة كلهم من قريش. لا يزال هذا الأمر، يعني أمر الإسلام أمر الدين، عزيزا قويا ظاهرا، ينصرون يعني ينصر أهل الإسلام الأول على كل من ناوأهم أو من عاداهم، ويبقى الأمر في ذلك مدة 12 خليفة كلهم من قريش. يعني برضو الحديث وإن أضاف معلومة جديدة، أن الأئمة عددهم أو أن الخلفاء 12، وأنهم كلهم كما أكدت الأحاديث السابقة من قريش. ثم معنا أيضا رواية الإمام مسلم: لا يزال الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، لا يزال الإسلام قويا ظاهرا منتصرا ممكنا إلى 12 خليفة. عند هذا الحد انتهينا في الأسبوع الماضي. لنبدأ في هذه الحلقة نتعرف ما معنى أن الخلافة 30 سنة، وما معنى أن الأئمة من قريش، وما معنى أن الخلفاء 12، ومن هم أعلام الخلفاء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال القاضي عياض رحمه الله: المراد أنهم يكونون في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة الأمور واجتماع الكلمة. المراد من هذه الأحاديث أن هؤلاء الخلفاء يكونون في مدة عزة الخلافة، أو أن هذه المدة المذكورة في الأحاديث وهي 30 عاما تكون في عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة الأمور واجتماع الكلمة على الخليفة الواحد لجماعة أهل الإسلام. وقال آخرون: المراد 12 خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة. يعني اللي ذهب إليه القاضي عياض أنه 12 خليفة هم هؤلاء الخلفاء الذين يكونون في قوة الإسلام وعزته وظهوره، يعني من 1 إلى 12 مثلا، أو هؤلاء 12 في أول مدة الإسلام وعزته وقوته، ثم بعد ذلك تتغير الأمور. بعض أهل العلم الآخرون قالوا: لا، مراد الأحاديث أن عزة الإسلام وقوة الإسلام وظهور الإسلام في فترة أن يتولى الخلافة هؤلاء 12 على مدة الإسلام من أولها إلى آخرها، بصرف النظر عن توالي أزمنتهم يعني وراء بعض، ولا في أزمنة متقطعة، فبعضهم أول الإسلام وبعضهم أواسط الإسلام وبعضهم في أواخر عهد الإسلام. إذن هذا هو المراد الذي وقف عليه أهل العلم، أنه 12 ربما يكونوا متتابعين في أول عزة الإسلام وظهوره، وهؤلاء مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم ليسوا متواليين، إنما هم يعني متباعدين، ليس بينهم توال، لكن اشتركوا جميعا في صفة واحدة: قوة الخليفة وقوة الإسلام، عزة الخلافة وعزة الخليفة وقوة الإسلام واستقامة الأمور واجتماع كلمة المسلمين على هذا الخليفة الواحد. لما نيجي نشوف قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة 30 عاما 30 سنة، أهل العلم يقولون 30 سنة من بعده عليه الصلاة والسلام. فال30 عاما من بعده صلى الله عليه وسلم هي نفس المدة التي استغرقها الخلفاء الراشدون 5. تاني، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول
الخلافة 30 عاما، حددها مدة زمنية ب30 سنة، يعني 30 عاما من بعده، هو مات في السنة 10. إذن 30 عاما من بعده عليه الصلاة والسلام إلى سنة 40 للهجرة أو 41 للهجرة على أكثر تقدير، هذه المدة في الحقيقة هي المدة التي استغرقها الخلفاء الراشدون 5. ربما يقول قائل: وهل الخلفاء الراشدون 4 ولا 5؟ هنشوف. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش معناه أنه حصر الخلافة في المهاجرين ولا في الأنصار؟ ما دام قال من قريش، إذن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الخلافة في المهاجرين وليس في الأنصار، بل هو الذي قال في الحديث الذي كان معنا، حديث أبي برزة رضي الله عنه، أن الملك الأئمة من قريش، الملك في قريش، والقضاء في الأنصار. يعني إذا الأنصار ليس لهم في الإيه؟ في الخلافة، ليس لهم في أمر الإمامة شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حصر الإمامة والخلافة في المهاجرين دون الأنصار. وده اللي يفسر لينا تلك الواقعة التاريخية الشهيرة التي ذكرت في كتب السير والتاريخ، وبعضها أو بعض أجزائها ذكر في كتب السنة، ألا وهي قصة سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة هو المكان المشهور كدار الندوة في قريش الذي تعقد الأنصار فيه اجتماعاتها ولقاءاتها، يعني قاعة من قاعات الاجتماعات. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انطلقت الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة، ولما يغسل النبي بعد، ولما يكفن، ولما يصلى عليه، ولما يدفن، يعني لسه النبي لم يتم تجهيزه عليه الصلاة والسلام بإجراءات تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفن صلى الله عليه وسلم، وذهبت الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة. لماذا؟ ليبحثوا الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن تكون رئاسة البلاد، لمن تكون إمامة الناس، لمن تكون الخلافة في الأمة، من ذا الذي يخلف النبي في أمته عليه الصلاة والسلام. أولا هذا بعد نظر من الأنصار وإدراك للأنصار بأهمية الإمامة وأهمية أن يتولى أمر الناس أحدهم، قائد، رئيس، أمير، حاكم، ملك، خليفة. فإدراك الأنصار بضرورة نصب إمام يقوم على شأن الأمة، هذا بعد نظر من الأنصار وخبرة واسعة من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. ثم لماذا انطلقت الأنصار وحدهم دون المهاجرين؟ أكيد عند الأنصار مندوحة هامة جدا، ألا وهي أن الأنصار هم أهل البلد، يعني هم أصحاب البلد، هم أهل المدينة، والمهاجرون وافدون عليهم، وبالتالي استشعرت الأنصار أنهم منوط بأعناقهم في الأساس أن يقوموا هم ببحث هذه المسألة في عجلة وسرعة لأهميتها وخطورتها، وأنهم المعنيون بهذا الأمر، أنهم هم هؤلاء المعنيين بهذا الأمر، وبالتالي لكونهم أهل البلد ولكونهم أدركوا بحسهم وخبرتهم وثقافتهم بضرورة نصب إمام يقوم على شأن الأمة ليخلف النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، انطلقوا وحدهم إلى سقيفة بني ساعدة، حتى وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فانطلق مسرعا إلى أبي بكر رضي الله عنه: هيا يا أبا بكر ندرك إخواننا الأنصار في سقيفة بني ساعدة. وفي الطريق لقيا أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، فانطلق ثلاثتهم إلى سقيفة بني ساعدة، وربما كان معهم رابع، وإذا بالأنصار يتباحثون في من يكون خليفة وإماما في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودار نقاش طويل بين الأنصار وبين المهاجرين، فالأنصار يقولون
في سيرتهم الذاتية أنهم أهل البلد، وأنهم من آوى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره، وآوى المهاجرين ونصرهم، وأنهم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أكثر الناس محبة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم ضيعة النبي عليه صلوات الله وسلامه، وهم تركته، وهم من قال فيهم النبي آية الإيمان حب الأنصار، وآية الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وهم من كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام فيهم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. فلأجل هذه المبررات وتلك السيرة الذاتية العطرة للأنصار رضي الله عنهم أجمعين، فبالطبع رأت الأنصار أنهم أولى بهذا الأمر من غيرهم، أمر الإمامة والخلافة. وأما المهاجرون فلا يقلون في سيرتهم الذاتية عطرا ولا طيبا ولا روعة ولا تزكية عما عليه إخوانهم الأنصار. فهؤلاء المهاجرون هم السابقون السابقون إلى الإسلام، وهؤلاء المهاجرون هم من هاجروا إلى الله وإلى رسوله، تركوا الديار وتركوا العيال وتركوا الأموال، تركوا أحب بلاد الله إلى الله وإلى رسول الله، كل هذا تركوه من أجل الله عز وجل ومن أجل رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة لدينهم. وهؤلاء المهاجرون أيضا هم من منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني هو الرسول أنصاري ولا مهاجري؟ الرسول مهاجري عليه الصلاة والسلام. يعني إذن فجانب الأنصار فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جانب المهاجرين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجانب الأنصار فيهم سيرة ذاتية عطرة كما ذكروا، وهذا لا يخفى على أحد. وبالتالي لما وجدت الأنصار تقارب الكفتان، يعني وجدوا أن الكفتين متقاربتين، فقال قائل الأنصار: خلاص ما دام الموضوع كده فمنا أمير ومنكم أمير. إيه معنى منا أمير ومنكم أمير؟ خلونا إلى الحل الوسط، نتواسط، نتعادل، نتقارب إلى حل وسط، لا يتمسك كل طرف بمطالبه فقط دون أن يتزحزح عنها خطوة، لا، خلونا مرنين وخلونا ناخد الأمر الوسط، ألا وهو منا أمير ومنكم أمير. إيه معنى منا أمير ومنكم أمير؟ يعني إحنا هذه الدورة وأنتوا الدورة اللي بعدها، منا أمير هذه المرة ومنكم يا مهاجرين في المرة الثانية أمير على الناس، فيتناوب الأمراء مرة من الأنصار ومرة من المهاجرين. كل هذا وهم يتباحثون في أمر اجتهادي ليس عندهم فيه نص قاطع من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من القرآن ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما زال الأمر كذلك حتى وردهم جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. هنا لما ورد حديث النبي قطع حديث النبي قول كل قائل، واستسلم الكل أنصار ومهاجرون إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أسرع الناس طاعة لله وأسرع الناس طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. هنا أسلمت الأنصار أن الأمر إلى إخوانهم المهاجرين بنص كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما أن استتب هذا الأمر في الأذهان واتفق الكل على هذا المبدأ أن يكون الأئمة من قريش بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قام أبو بكر رضي الله عنه وآثر على نفسه، وهو من يعلم منزلته في الأمة، فهو أفضل من دب على هذه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين أجمعين عليهم صلوات الله وسلامه، وهو خير الأمة بعد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أمسك أبو بكر بيد عمر وبيد أبي عبيدة رضي الله عنه وقال للمجتمعين وأغلبهم من الأنصار: أرى لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا
أيهما شئتم، فبايعوا أيهما شئتم، واحد من الاثنين، يا عمر بن الخطاب يا إما أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وهنا قام عمر رضي الله عنه وقطع هذا كله، النقاش كله، وقال: أيها الناس، أيكم تطيب نفسه أيها المجتمعون أن يتقدم على من قدمه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو مين؟ الصديق رضي الله عنه. أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر رضي الله عنه وقد قدمه علينا رسول الله؟ رسول الله رضيه لديننا لما جعله إماما ومرجعا للناس، أفلا نرضاه نحن المجتمعون أنصار ومهاجرين لدنيانا، يعني إماما وسلطانا وخليفة علينا في الدنيا؟ فاستقر الأمر لأبي بكر رضي الله عنه، وتتابع المجتمعون فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه البيعة الأولية التي تمثل بيعة أهل الحل والعقد، ثم انطلقوا بعد ذلك إلى المسجد، فكانت البيعة العامة لأبي بكر رضي الله عنه من عامة الصحابة مهاجرين وبقية الأنصار، ثم كانت بعد ذلك البيعة العامة لأبي بكر في بعض الأقاليم الأخرى كمكة وغيرها. فكان أبو بكر رضي الله عنه هو أول من تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لهذا المبدأ النبوي الذي أرساه في قول عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. وتتابع العهد والأمر بعد ذلك أن كان الأئمة والخلفاء من قريش رضي الله عنهم أجمعين. إذا نعود إلى القول، من هم الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ أنا ذكرت منذ قليل أن الخلفاء الراشدين من الصحابة خمسة، وهم من استغرقوا مدة 30 عاما التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الخلافة 30 عاما أو 30 سنة. وهؤلاء الخمسة هم كما تعلمون أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة المشهورين، والخامس معهم ثم الحسن بن علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. إذن الخلفاء الراشدون الأربعة المشهورين معروفين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وخامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي رضي الله عنه. وما أرشد الحسن، وما أكمل عقل الحسن، وما أروع زهد الحسن، وما أجمل خلق الحسن، لما وجد أمر الناس سيختلف عليه، لما كان أهل الشام يرفعون راية معاوية رضي الله عنه، وإذا بهذا الإمام الجبل، هذا الإمام الجليل، هذا الصحابي الفذ الحسن رضي الله عنه يحسم أمر اختلاف أمر الناس، اختلاف أمر الأمة، ويتنازل عن الخلافة بعد 6 أشهر وبضعة أيام، ويصطلح مع معاوية رضي الله عنه على أن يكون معاوية هو الخليفة السادس من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. إذن يا عمنا، الخلفاء من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية رضي الله عنه. معاوية صحابي ولا مش صحابي؟ معاوية طبعا صحابي جليل، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه يا إخوة، قبل أن يتولى الخلافة، لما تنازل له الحسن واجتمع أمر الأمة في الأقاليم والأمصار على بيعة معاوية واستقر له الأمر، كان معاوية قد قضى في الإمارة قرابة 20 سنة، 20 سنة وهو متولي الإمارة في بلاد الشام رضي الله عن معاوية وفي بعض الأمصار الأخرى الصغيرة. فمعاوية كان اكتسب خبرة كبيرة جدا في سياسة الناس،
لما تولى الإمارة 20 عاما رضي الله عنه، ثم تولى بعد ذلك الخلافة أيضا 20 عاما، 40 سنة تولى فيها معاوية بن أبي سفيان الإمارة والخلافة. 20 عاما في الإمارة و20 عاما في الخلافة رضي الله عنه، فهو أكبر خلفاء الدنيا تولى مدة خلافة وأمر الناس. 40 سنة 20 إمارة و20 خلافة، وأقل الخلفاء مدة كما رأيت وكما رأيت أختي المسلمة أن الحسن تولى الإمارة والخلافة قرابة 6 أشهر وبضعة أيام، يعني 6 شهور وكم يوم. ومن بعده أقل مدة كان أبو بكر رضي الله عنه تولى قرابة 2 سنة وبضعة أيام رضي الله عنهم أبو بكر. وكذلك كانت أقصر المدد في من تولى الخلافة كانت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد تولى الخلافة قرابة قريبا من 12 عاما 12 سنة رضي الله عنه. وكذلك سيدنا عمر بن الخطاب تولى الخلافة 7 سنوات، وكذلك تولى علي رضي الله عنه. فأقلهم مدة كان الحسن، وأكثرهم مدة كان معاوية رضي الله عنه، وهؤلاء 5 كلهم خلفاء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. إذن لو سئلنا عن الخلفاء الراشدين وأجبنا بأنهم هم الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أصبنا، ما أخطأنا. ولو قلنا الخلفاء الراشدون 5 بانضمام الحسن إليهم، لأن الحسن سبقت فيه تزكيات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنساش ده الحسن والحسين هما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء ابنته فاطمة. من ذا الذي كالحسن والحسين؟ جدهم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوهم علي رضي الله عنه، وأمهم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فيعني من ذا الذي كالحسن والحسين في الأمة؟ فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون 5 بانضمام الحسن، خاصة أن الحسن ورد فيه حديث النبي كما تعلمون عليه الصلاة والسلام، ابني هذا سيد. والكلام ده كان مبكر جدا في عهد النبي، وكان الحسن حينئذ صبيا، ومع ذلك مدحه النبي بهذه النبوءة الجليلة العظيمة التي وقعت تماما كما أخبر بها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تأمل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مدح الحسن، ومدح أيضا الفئتين في عهد الحسن لما كان خليفة وتنازل، مدح أيضا النبي الفئتين، قال فئتين عظيمتين من المسلمين. فلو تصورنا جدلا أن فئة على رأسها الحسن والفئة الأخرى كان على رأسها معاوية رضي الله عنه، فإن هاتين الفئتين مدحهما النبي بقوله فئتين عظيمتين من المسلمين. وكون الفئة الأخرى تمدح وفيها معاوية طبعا على رأسها رضي الله عنه، هذا مدح لمعاوية، ومدح لزمن معاوية، ومدح لإمامة معاوية رضي الله عنه. وبالتالي لا خلاف بين الأمة أن معاوية من أجل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولا خلاف أن بين الأمة أن أمر الناس دان واجتمع على معاوية رضي الله عنه لما تنازل الحسن عليه رضوان الله تبارك وتعالى ليجمع الله به كلمة المسلمين، ويصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طبعا بعد عصور كان فيها اضطراب في أواخر عهد ولاية علي رضي الله عنه، كان الأمر اضطرب جدا، وكانت وقعت الجمل، ووقعت صفين، وازدادت الشقة بين المسلمين. وبالتالي جاء من بعد مقتل علي رضي الله عنه أن دان أمر الناس واجتمع على الحسن رضي الله عنه، حتى رأى أن المصلحة العامة
تقتضي. نحن لسنا دعاة سلطة ولسنا دعاة منصب ولا جاه، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها بمسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والحسن أعطيها من غير مسألة ودان له أمر الناس. وبالتالي وجد أن المصلحة العامة للأمة تقتضي رضي الله عنه أن يتنازل بالخلافة لمعاوية ليجمع كلمة المسلمين، وبالتالي أصلح الله عز وجل به فعلا فعلا بين فئتين عظيمتين من المسلمين، تصديقا وتحقيقا لنبوءة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا الموقف يا إخوة قلما يتكرر عبر التاريخ، ولما تكرر عبر التاريخ تكرر في حوادث نادرة ومتباعدة، وما زال الناس من المعاصرين يتذكرون هذه المواقف. على سبيل المثال كان الموقف في السودان من عدة سنوات لما تولى الفريق سوار الذهب السلطة الانتقالية وتنازل، يعني ارتضى طواعية أن يترك أمر الناس فيختاروا رئيسهم براحتهم عبر انتخابات حرة، وما زال الناس يذكرون هذا الموقف الفذ الجليل للفريق عبد الرحمن سوار الذهب، لأنه أصلح الله عز وجل به أمر الناس، أمر البلاد والعباد، وجمع الله به بين كلمة المسلمين في عند إخواننا في بلاد السودان. طبعا هذا التاريخ الجليل الفذ لهؤلاء الخلفاء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين لا يخفى على حضراتكم، فإنه ممدوح ومزكا بكلام النبي وحديث عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم خير القرون، وبالطبع سيأتينا تباعا إن شاء الله في الحلقات القادمة أحاديث مفصلة عن كل صحابي على حدة، اللي هي فكرة البرنامج الأساسية خير القرون، لنتكلم عن أبي بكر ثم نتكلم عن عمر ثم نتكلم عن عثمان فعلي فالحسن فمعاوية، وانت ماشي كده نتكلم إن شاء الله عن كثير كثير من الصحابة الكرام، وأيضا سنتحدث عن كثير من الصحابيات الجليلات سواء كنا أمهات للمؤمنين أو من غيرهن رضي الله عنهم وعنهن أجمعين. ننتقل إلى محور آخر، خلونا نتحدث أيضا هذه الليلة عن المبشرين بالجنة. يا الله، هم أحياء بين أظهر الناس، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر هؤلاء الأحياء بأن لهم الجنة. ده إيه ده؟ ما هذا العز وما هذا الخير وما هذا المعروف وما هذه المنزلة لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عند الله عز وجل، حتى يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم أحياء بين أظهر الناس. طبعا لما بنذكر المبشرين بالجنة سيأتي في طليعة هؤلاء حتما المشهورين جدا من المبشرين بالجنة، وهم العشرة المبشرون بالجنة. ورد فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة. كم كده؟ عشرة. مين يحفظ منا؟ من يحفظ من نسائنا؟ من يحفظ من بناتنا؟ من يحفظ من أبنائنا؟ من يحفظ من مدرسينا؟ من يحفظ من أسماء العشرة المبشرين بالجنة؟ ربما لو سألت شبابنا الصغير، أطفالنا في المدارس الابتدائية ولا حتى في الإعدادية،
ولا حتى في الثانوية ولا حتى في الجامعة. اذكر لي أسماء لاعبي الفريق الفلاني لذكروهم عن ظهر قلب من بداية حارس المرمى إلى الاحتياط اللي على الدك. وربما لو سألتهم اذكروا لي مثلا شباب الثورة، اذكروا عشرات من شباب الثورة، اذكروا لي أشهر من تعرفون من الصحفيين، يذكروا من الإعلاميين، يذكروا من المذيعين، يذكروا ربما من المذيعات، يذكروا ومن باب أولى من المطربين، يذكروا من المطربات، يحفظوا من. لكن اسألهم، بل اسأل هؤلاء بعض النخب حتى، واسألهم عن العشرة المبشرين بالجنة، لو جاب منهم ثلاثة أربعة يكون كويس. ممكن يقول لك أنا سألت برضو مرة كده شاب في الجامعة وقلت له هل تعرف من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ قال آه طبعا. فذكر إيه بقى؟ قال لك أبو بكر رضي الله عنه، جميل صحيح. وبعدين سكت شوية، بعدين ذكر سيدنا عمر، كلام صحيح. وبعدين قال سيدنا محمد برضو كلام صحيح، لكن هو مش من العشر المبشرين، ده هو اللي بشر العشرة. وسيدنا إبراهيم قال، وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، فأنا ذكرت وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا نوح وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا شعيب وسيدنا ما دام كده بقى. لكن ليس عن هذا أسأل يا بني، أسأل عمن بشرهم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كان واحد صديق معانا فقال يا شيخ لا تضغط عليه في السؤال، لأنه ربما يذكر ليك أسماء كده تسقط منه فتفاجأ بأنه حط اسم لاعب ولا لاعبة ولا ممثل ولا ممثلة ومش واخد باله. لكن إذا سألت من هم العشرة المبشرون بالجنة، قلما يحفظهم كثير من أبنائنا، لكن هم معروفين ومشهورين، وهم نار على علم إنجاز التعبير، وهم أعلام هذه الأمة، وهم من تطيب ذكرهم عبر التاريخ على لسان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. يبقى الخلفاء الأربعة دول معروفين، ومعاهم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنه. بس خلي بالك، ليس هؤلاء هم فقط من بشرهم رسول الله بالجنة، ده دول أشهر واللي أكثر في حديث واحد، اللي هم عشرة دفعة واحدة بشرهم النبي بالجنة. لكن مش هؤلاء فقط من بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، أمال مين تاني؟ تعال خد معاهم الحسن والحسين. الحسن والحسين ورد فيهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كما أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. يبقى عندنا كمان الحسن والحسين، ودول سيدة شباب أهل الجنة لأنهم شباب رضي الله عنهم أجمعين. وبس مش كده، لا ده في غيرهم تاني أيضا ممن بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. زي مين يا عمنا؟ زي بلال ابن رباح رضي الله عنه، بلال الحبشي. يعني الجنة مش مقصورة على القرشيين أصحاب الشرف والنسب، الجنة ليست مقصورة على هؤلاء الذين ذكرهم رسول الله العشرة وبعدين الحسن والحسين، لا، إنما الجنة تسع حتى العجم كما تسع العرب رضي الله عنهم أجمعين، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. مفيش فرق بين العجمي والعربي والأبيض والأسود إلا بالتقوى، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبشر بلال رضي الله عنه كما بشر أبو بكر الذي اعتقه بماله في سبيل الله عز وجل،
ويبشر بلال بالجنة كما بشر عمر بن الخطاب العدوي الشريف، ويبشر بلال بالجنة كما بشر علي الهاشمي الشريف رضي الله عنه، وكما بشر عثمان ذي النورين رضي الله عنه، وكما بشر الحسن والحسين ريحانتا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي حديث عليه الصلاة والسلام في الصحيح يقول: يا بلال، بما سبقتني أو سبقتنا إلى الجنة؟ فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام: خشخشة نعليك في الجنة، دفن عليك في الجنة. أنت سبقتنا إلى الجنة بإيه؟ أي عمل كان يعني سببا في أن تدخل الجنة وأن تسبقنا أو تسبق بعضنا إلى الجنة؟ مش معنى كده أنه بلال أسبق من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، لا، ليس هذا هو المعنى، أو أرفع منزلة عن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. إنما يبشره رسول الله أنه سمع دف وخشخشة عليه في الجنة، وعرف أن هذا دفن علي بلال رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: السبب لم يكن السبب في ذلك يعني جهاد في سبيل الله، ولا شهادة في سبيل الله، ولا كثرة حج، ولا كثرة عمرة، ولا كونه خطيبا بارعا، ولا متحدثا لبقا، ولا جوادا متصدقا. إنما إيه السبب يا بلال؟ قال: والله يا رسول الله، إني ما تطهرت طهورا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ركعتين. يعني أنا الحكاية كلها إن أنا حريص كل الحرص على المحافظة على التطهر، فعادة المؤمن وشيمته أن يكون دائما متطهرا. خد بال حضرتك، المؤمن دائما طاهر، لكن كان بلال يريد أن يكون دائما متطهرا. لا يقال عن المؤمن إن هو نجس أبدا، هذا لفظ لا يقال في حق المؤمن. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إنما المشركون إيه؟ نجس. ولما كما في حديث الصحيح لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في طريق، وكان أبو هريرة جنبا لم يغتسل من جنابته، فتنحى استحى أن يلاقي وأن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهر، فرجع إلى بيته مسرعا واغتسل، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أين كنت؟ فقص عليه القصة. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، الحرج في كده يا أبا هريرة؟ إن المؤمن لا ينجس، المؤمن ممكن أن يكون محدثا أو أن يكون متطهرا، لكن هو دائما المؤمن طاهر، طاهر بعقيدته، طاهر بتوحيده، طاهر بسلامة قلبه، طاهر بإقامته لشعائره، طاهر بتعظيمه لشرع ربه تبارك وتعالى. وبالتالي المشركون نجس بإيه؟ نجس بعقائدهم الباطلة، بشركهم وكفرهم والعياذ بالله وردتهم، فهذا هو النجس وهذا هو الطهر. فبلال رضي الله عنه قال: ما تطهرت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بهذا الطهور ركعتين، يعني صلى ركعتين بعد الوضوء أو بعد الغسل الذي تطهره بلال رضي الله عنه نافلة، فكانت هاتان الركعتان هما السبب في أن بلال رضي الله عنه كان من أهل الجنة، وسمع النبي خشخشة ودفن عليه في الجنة عليه صلوات الله وسلامه. طيب ده احنا كده خدنا كمان بلال مع الحسن والحسين مع العشرة المبشرين بالجنة، في تاني احنا هننسى في هذا المقام، في مقام من بشروا بالجنة، هل يمكن ان ننسى عكاشة ابن محصن رضي الله عنه؟ ايه قصة عكاشة ده رضي الله عنه؟ القصة وردت في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. من هم دول؟ قال: الذين لا يتطيرون، لا يتشاءمون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم.
فقام رجل من القوم وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. إذن معنا كمان عكاشة بن محصن، وهذا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كما بشره بذلك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نصينا هو ورد النص على عكاشة بن محصن، كما ورد في بلال، كما ورد في الحسن والحسين، كما ورد في العشرة المبشرين بالجنة. في تاني خلونا بقى نشوف من بشرنا بالجنة. خدنا نماذج ممن بشروا يعني من الرجال بالجنة، خلونا ناخد نماذج ممن بشرنا من النساء بالجنة. لما ندخل إلى هذا الباب، باب من بشرنا من النساء بالجنة، لا يمكن أبدا 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 أن ندخل إلا من هذا الباب الأشم. خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، زوج الحبيب النبي، أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أبنائه وأولاده رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. وكلنا عارفين قدر خديجة، وهيأتي الحديث إن شاء الله لما نفرد الحديث عن سيرة خديجة رضي الله عنها، وستسمع في سيرتها العجب العجاب. لكن خديجة رضي الله عنها بشرها مش النبي عليه الصلاة والسلام، بشرها النبي عن جبريل عليه السلام، لأن الحديث ورد في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة أتت ومعها إناء من طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا رسول الله، ستدخل عليك الآن خديجة، وكان جبريل يختلي برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهمت خديجة أن تدخل ومعها إناء من طعام إناء من شراب، فقال جبريل: ستدخل عليك الآن خديجة معها إناء من طعام أو من شراب، فإذا هي أتتك اعمل حاجتين: أقرئها السلام من ربها، وأقرئها السلام مني جبريل عليه السلام، والتانية: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إذا جاءت البشرى على لسان جبريل عليه السلام، ثم على لسان النبي إلى خديجة رضي الله عنها، أنها أقرئت من ربها السلام، وأقرئت من جبريل السلام، وكذلك بشرت من جبريل ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. طيب، أدي كمان خديجة أول المبشرات بالجنة رضي الله عنها. مين تاني يا عمنا؟ مش هننسى أبدا ولا يمكن أن نتعدى خديجة دون أن نقف عند هذا الاسم الجلل الجليل، فاطمة بنت محمد عليها رضوان الله تعالى وعلى والدها وأبيها الصلوات والسلامات من الله عز وجل، فاطمة عليها السلام أيضا ممن بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكانت تبشير النبي لها بالجنة في آخر لحظات عاشها النبي على هذه الدنيا قبل أن يلقى ربه تبارك وتعالى مباشرة، يعني في لحظات احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام. هي دخلت عليه وعليه وهو يحتضر عليه صلوات الله وسلامه، وقد دعا بإناء من ماء يدخل فيه يديه ويمسح جبينه عليه صلوات الله وسلامه، وهو يقول: لا إله إلا الله، اللهم هون علي سكرات الموت. يعني في هذه اللحظات العصيبة يجد النبي من سكرات الموت ما يجد عليه الصلاة والسلام. دخلت عليه فاطمة فلما وجدت الشدة والنزع الذي يعاني منه أبوها عليه الصلاة والسلام، قالت وصاحت: وكرب أبتاه،
فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة تعالي، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، أما الآن فهو في كرب شديد لا يعلمه إلا الله، إلى الدرجة أنه كان يدعو الله: اللهم هون علي سكرات الموت. إن كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يا أخوات، فكيف يكون حال الميت منا أو الميتة منا؟ كيف يكون حال الميت في نزعه والميتة في نزعها؟ كيف يكون حالنا مع سكرات الموت وقد عانى منها خير الناس عليه الصلاة والسلام، ودعا الله عز وجل وألح أن يهون عليه سكرات الموت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فجلست فاطمة أو أجلسها رسول الله إلى جواره عليه صلوات الله وسلامه، ثم أخذها إلى كتفي عليه الصلاة والسلام، أمالها على نفسه علي على بدن عليه الصلاة والسلام، ضمها إلي ابنته وهو الرحيم بها الأب الحنون بها عليه الصلاة والسلام، ثم سارها بأمر في أذنها فبكت، ثم ضمها إليه مرة أخرى وسارها بأمر آخر في أذنها فضحكت رضي الله عنها. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت عائشة وقد رأت ما رأت، لأنه مرد في مرض الموت الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، مرد في بيت عائشة، وقد استأذن رسول الله نساءه أن يمرض في بيت عائشة لمحبته لها وارتباطه بها عليه الصلاة والسلام. فعائشة شهدت هذا الموقف أن النبي سر فاطمة بأمر فبكت، ثم سرها بأمر آخر فضحكت رضي الله عنها، فسألتها بعد أن مات، فسألتها قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجت من عنده، وقالت: سرك بأمر فبكيت والآخر ضحكت. قالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده سر بيني وبين والدي، بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من الأدب أن أفشي سر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله فعلا جاءت عائشة لم تنسى الموقف وسألتها: بما أصر إليك رسول الله فبكيت، وبما أصر إليك رسول الله فضحكت؟ قالت: أصر إلي أنه ميت في مرضه هذا، يعني سيموت في هذا المرض، هذا مرض وفاته. فلما أخبر فاطمة بذلك بكت رضي الله عنها على فراق أبيها، وأي مصيبة أعظم في الناس من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بكت فاطمة لما أخبرها أنه ميت فعلا في مرضه هذا عليه الصلاة والسلام، وفعلا مات النبي في مرض هذا عليه الصلاة والسلام. ثم كانت الأخرى أن أصر إليها في أذنها أنها أسرع أهله لحوقا به، أنت أول واحدة من أهلي ستلحقي بي ستموتين. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة؟ أما ترضين أن تكون سيدة نساء العالمين؟ سيدة نساء أهل الجنة. فطبعا لما بشرت بهذه البشرة، وهي اتنين في واحد على فكرة، مش بشرة واحدة، بشرة أنها أسرع أهله لحوقا به، وبشرة ثانية أنها سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، فلما سمعت بالبشرتين فاطمة رضي الله عنها غلب عليها الرضا وانشراح الصدر، وعبرت عن ذلك فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. إذن أيضا فاطمة رضي الله عنها هي الأخرى ممن بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يقول أو أخت تقول: أنت تحدثنا عن المشاهير، نريد مثلا من بشر بالجنة من غير هؤلاء المشاهير. فاطمة مشهورة جدا، وخديجة مشهورة جدا، وطبعا بلال مشهور، والحسن والحسين مشهورين، وحتى حديث عكاشة بن محصن عشان سبقك بها عكاشة مشهور، وأصبح مثالا يتردد أحيانا على ألسنة بعض الناس، وكمان العشرة الكبار معروفين. عايزين نعرف من أهل الجنة، من المبشرين أو المبشرات بالجنة من غير المشاهير. طيب خد أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها. محرم بنت ملحان رضي الله عنها كما ورد الحديث في صحيح البخاري
أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش من أمتي يركبون البحر قد أوجبوا. أوجبوا يعني إيه؟ أوجبوا الجنة، يعني وجبت لهم الجنة. هؤلاء أول من غزا بحرا، هؤلاء أول من غزا عن طريق البحر. قال عليه الصلاة والسلام مبشرا هؤلاء الأوائل الذين يجاهدون ويغزون بحرا أنه قد وجبت لهم الجنة. أول ما سمعت كده أم حرام بنت ملحان قالت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت فيهم. أيوة نعم، أنت من هؤلاء الطليعة الأولى الذين يغزون في سبيل الله مش برا، بحرا. وهؤلاء أول الأمة ركوبا للبحر في سبيل الله، منهم أم حرام بنت ملحان، وقد كانت معروفة بجهادها وبذلها وقتالها في سبيل الله رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. الأسماء كثيرة جدا يا إخوة، الأسماء كثيرة جدا يا أخوات، لكن ربما يقول قائل: ما فيش غير كده؟ لا، في طبعا، في أهل بيعة الرضوان. أهل بيعة الرضوان جميعا من أهل الجنة. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالآية نص على أن الله عز وجل قد رضي عن أهل بيعة الرضوان، ورضى الله عز وجل عن أهل بيعة الرضوان يستلزم أن يكون جزاءهم وأن يكون ثوابهم عند الله عز وجل الجنة. لقد رضي الله عن هؤلاء الذين بايعوك تحت الشجرة، فاستلزم هذا الرضا من الله عز وجل، استلزم هذا الرضا أن يكون هؤلاء من أهل الجنة. أيضا عندنا أهل بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم الحديث المشهور: دعه يا عمر فإنه قد شهد بدرا. ولعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. مقتضى مغفرة الله لأهل بدر وقبول الله لأهل بدر أن يكون هؤلاء جميعا إن شاء الله من أهل الجنة. ممكن ما هو أوسع من ذلك؟ طبعا المهاجرون كلهم من أهل الجنة، الأنصار كلهم من أهل الجنة. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن السابقون الأولون من المهاجرين ومن الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء جميعا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ختاما، عامة الصحابة رضي الله عنهم كلهم من أهل الجنة. قال الله عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لكن الرسول والذين آمنوا إيه؟ معه، هؤلاء جميعا أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن من الآخر، كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين لقوا النبي مسلمين وماتوا على ذلك، سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار أو ممن اتبعوهم، هؤلاء جميعا بشرهم ربهم بالجنة وبشرهم رسول الله بالجنة. وإن وردت أسماء وأعلام فهذا شيء، لكن عمتهم جميعا كلهم في الجنة. ما أفذ هذا الجيل وما أجل هذا الجيل وما أروع هذا الجيل
الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم بهؤلاء الذين هم من أهل الجنة، وأن يجعلنا على طريقهم، وأن يثبتنا على اعتقادهم، وأن يبعثنا على عملهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وحتى ألتقي بحضراتكم في نفس هذا الموعد السبت القادم إن شاء الله، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.